اهلا بيكم مشاهدي مطبق موقع التحيا مصر في كل مكان. دلوقتي احنا من داخل النادي الاهلي لحضور مؤتمر النادي الاهلي بحضور الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي علشان عرض الانجازات الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي خلال الاربع سنوات الماضيه امام اعضاء الجمعيه العموميه. طبعا دلوقتي وصل الكابتن محمود الخطيب، ممكن الكاميرا معانا تدخل على الاستديو ووصل الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا دلوقتي يعني احنا ان شاء الله هنتابع معاكم خطوه بخطوه كل ما يحدث في مؤتمر النادي الاهلي النهارده الخاص بتواجد الاعضاء. طبعا متواجد معانا حاليا الكابتن جوهر نبيل، متواجد طبعا كان في اخبار خلال الفتره الاخيره ان هو مش هيكون متواجد في انتخابات النادي الاهلي، متواجد طبعا كمان كابتن اسامه حسني. ان شاء الله يعني هنتابع معاكم وهنوافي معاكم اهم واخر التفاصيل الخاصه بمؤتمر النادي الاهلي. طبعا عارفين حاليا برضو متواجد الاستاذ العمري فاروق عضو نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا الكلام اللي كان بيتكلم الخاص خلال الفتره الاخيره عن خروج بعض الشخصيات من مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا الكل النهارده زي ما احنا شايفين متواجد، ما فيش اي شخصيه بعيده خالص او مبتعده عن النادي الاهلي. طبعا النهارده باذن الله المؤتمر هيبدا، زي ما عرفنا المؤتمر هيبدا الساعه 7. الكابتن محمود الخطيب وصل دلوقتي للمؤتمر، وان شاء الله يعني دلوقتي خلاص يعتبر المؤتمر يعني على بعد دقائق ان هو يبدا ان شاء الله. ان شاء الله احنا هنوافيكم بكل التفاصيل اللي هي الخاصه بمؤتمر النادي الاهلي النهارده شايفين يعني عدد كبير من الصحفيين وعدد كبير من رموز النادي الاهلي، مش شرط يعني مش يعني زي ما شفنا مش كره القدم بس، لا ده احنا عندنا كمان النهارده من كره السله وكمان عندنا من كره الطايره، عندنا الكابتن طارق الغنام اللي هو مدرب كره السله. ان شاء الله طبعا النهارده يعني يكون يوم حافل للنادي الاهلي. طبعا في نظام مهم جدا خاص بالنادي طبعا النهارده في بدايه الحضور. طبعا ان شاء الله يعني هنوافيكم باهم واحدث ومستجدات الاخبار الخاصه بمؤتمر النادي الاهلي النهارده لعرض انجازات المجلس على الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي. طبعا زي ما شفنا لحد دلوقتي ما فيش اي مرشح اعلن ترشحه للانتخابات، يعني من المتوقع انه يكون يعني يوم الخميس القادم، نهايه يوم الخميس عشان ده يكون اخر ايام الترشح للانتخابات، هيكون ده ان شاء الله يعني موعد اللي هو التواجد بقى والترشح للانتخابات النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ده كان بس مباشر سريعا كل بيخص المؤتمر النادي الاهلي. ان شاء الله هيبدا الساعه 7 وان شاء الله هنتواصل، يعني كمان دلوقتي وصل الاستاذ محمد سراج الدين دلوقتي بيسلم على الاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وكمان الاستاذ خالد الدرندلي، كل ده موجود حاليا. طبعا يعني احنا بنقول يعني ان شاء الله النادي الاهلي خلال الفتره الجايه وجميع الانديه ان شاء الله التوفيق ليهم خلال الفتره الجايه. طبعا كان في استقبال حافل للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. ان شاء الله هنوافيكم بجميع المستجدات والخاصه بالاخبار من موقع تحيا مصر عن طريق البث المباشر وعن طريق الاخبار. طبعا يعني عايزين نقول في يعني حضور عدد كبير جدا من الصحفيين ومن الحضور النهارده في الانتخابات للجمعيه العموميه النهارده للنادي الاهلي. طبعا يعني النهارده في استقبال حافل زي ما قلنا كبير جدا.